نسيت حلم اوضه اللبس. انا اسف هروح في داهيه. انا احمد جمال هو اللي فاز معانا في حلم اوضه اللبس. كنا طبعا عاملين الماتش اللي فات. احمد اتفرجت على الفيديو بتاعه، واحد من المحللين المميزين جدا. انا اسف نسيت. اشوفك بكره على خير، واشوفكم بكره على خير، وتصبحوا على خير. بركاته. النهارده معانا ماتش الليفر والسيتي، البدايه مع جوارديولا بيختار يلعب 4 3 3 عشان يقوي نص الملعب، وكمان بيوظف دي بروين في مركز 8 عشان يستخدمه في الخروج بالهجمه، ودي الغلطه اللي بيكررها جوارديولا كل مره بالذات قدام الليفر، انه بيوظف دي بروين في مركز بيحتاج منه مهام دفاعيه كبيره، وفي الاخر جوارديولا لا بيلاقيه هنا ولا بيلاقيه هنا. المهم يعني ان جوارديولا لعب 4 3 3. الناحيه الثانيه كلوب اللي كان قدام سؤال صعب جدا الاجابه عليه، يلعب بديجو جوتا ولا ما يلعبش بيه. والحقيقه ان كلوب لعب بالاربعه، واختار يلعب بطريقه لعب 4 2 2 2. لعب ورا بارنولد، ماتيب، جوميز، روبرتسون، قدامهم اثنين ارتكاز هندرسون وفينالدم، قدامهم اثنين اجنحه جوتا وماني في اليمين وفي الشمال، واثنين مهاجمين صلاح وفيرمينو. نفس الفكره اللي بتحصل في كل ماتش بين الليفر والسيتي في اخر سنتين ثلاثه. من الاخر كلوب بيبوظ ظروف الماتش اللي بيحبها جوارديولا. انت يا جوارديولا بتحب كوره تبقى معاك، بتحب تعمل استحواذ، بتحب تبني الهجمه وتبقى. We'll be right back.